الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إن عمته بالعدة ويوم، ويقول بعد كم يوم سيكون هناك زواج قريب 3 أيام أو 4 أيام لابن أخيها، فهل يجوز أن تحضر هذا الزواج؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن المحادة يجب عليها لزوم بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج إلا لما لا بد منه مما يكون داخلا تحت باب الضرورات أو الحاجات الملحة. وأما ما كان داخلا تحت الأمور التكميلية التحسينية فإن المحادة لا يجوز لها الخروج لها، فصار خروج المحادة من بيت إحدادها وعدتها له 3 أحوال: أن تخرج لضرورة عرضت لها فلا بأس بخروجها، أن تخرج لحاجة عرضت لها فلا بأس بخروجها أيضا، وفي حال جواز خروجها فالمستحب لها عند الفقهاء أن يكون خروجها نهارا لا ليلا، إذا كانت حاجتها وضرورتها تكشف بالخروج نهارا. وأما الحالة الثالثة فهو خروجها لأمر تكميلي تحسيني يمكن الاستغناء عنه ولا ضرر بفقده، فهذا الأمر الأخير هو الذي لا يجوز للمحادة أن تخرج له. ولا جرم أن شهود المحادة لزواج أحد أقربائها أو قريباتها لا يعتبر من الأمور الضرورية ولا الحاجية، وإنما يعتبر من الأمور التكميلية التحسينية. فأرى والله أعلم أن المحادة تقر في بيتها ولا يجوز لها أن تخرج منه لهذا السبب لما ذكرته لك من التأصيل، والله أعلم.